انا كنت فهمتي ما كنتش حاضر، كنت في الدار. المهم جاني خبر بان راه شدوا داك السيد في الدار الاخت، وانا ما كنعرف على حتى شي حاجه فهمتي. السيد كما الناس كيخدم كيكون في العمل ديالو كيجي شي الدار صافي، زعما ما عرف على حتى شي حاجه. ايوا صافي، حتى كنسمعوا بان راه كيعمل داك الشيء ديال الارهاب وداك الشيء. والاخت ديالي بقات مخروعه شويه فهمتي، دابا مخروعه شويه فهمت، ما جاو في 6 الصباح يعني فهمتي. كتعرف تاخذ المخزن هنايا وداك الشيء ضروري زعما يتخلع. كرا هذه شي 5 شهور، هيدا 5 شهور باش كرا معايا انا. جاب واحد المره واحد جوج ديال الناس وثلاثه ديال الناس جاب معاه وطقطقت عليه وطلعت وسطه قلت له الناس شكون لما هادم؟ قال لي هذا ما كيسكنوا بعادين وما عندهم في لا خروق. السبت كان قلت له نسينا دابا كتجري على مراسك تمشي عند يماها وتجيب اخر معاك براني ما كتعرفو ما كتلاخرو، شي ماشي معقول. ثلاثه جاو قلت له شي ماشي معقول، انا عندي وليداتي هنايا وعندي الناس انا معايا هنايا، دار محترمه ما تكونش في دار ديالك بعدك دخلها ولا ماشي سوكي بك. انا اخر مره ديك الساعه خرجوا ومشاو في عالم. اخر مره قلت له يجي معك شي واحد هنايا ولا شي حاجه، لا ما كيكمي ما والو، كيقرا قران في الدار كيسمعوا يصلي انا صافي. ما عمري ما استمتع عليه شي حاجه. قلت له انا قلت له دابا يشوفوا هاد الناس داخلين هنايا مع الزنقه وداك الشيء وهاد الناس داخلين عندك غدا لا غدا يوقع لك مشكل يجوني ليك ولا. قلت له واش حضرت من الامور عايده؟ والله لا. قلت له سينا الناس دار عندك باللحين هنايا دار الناس ماشي معقول. اخر مره تما ما جاب شي حاجه، 5 شهور باش تسكن معايا انا. هذيك نعم يقول قصد الى شي شهر ونص باش حضرت من هذه المسائل في حياتي انا. نشكر الشرطه على هذا الشيء هذا، ولا ما كانتش الشرطه الله يحفظك يوقع كما كاش يرجع الامين راه من هذا راه ياكلك وما ياخرش. الله ينصر الشرطه والله ينصر سيدنا والله ينصر جميع اللي كيحارب هذا اعداء هذا، مادام كيأذي الدين وكيأذي الناس وكيأذي الاخر. خور ما عنده شيء انت كتشوف مع الناس وراه يخطط لدرجة انه يخطط. نسينا ولادك انت ما عندك فين تسكن من ولادك مع الناس ونسينا كتخطط شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. حرام هذا الشيء في الدين ديالنا حنايا. حرام هذا الشيء في الدين. مشي الجامع حصروك على الجامع، حصروك على شي حاجه. قالوا لك ما تصليش، قالوا لك ما تلخرش. الحريه ديالك ونسينا راه انت ما ترى. هادو عباد الله، الناس هادو خصهم يتربوا خصهم. قالوا عادي ما كنا يعني ما شاكين فيه ما تلعب يعني. تا اليوم اكتشفنا جا مخزن اليوم في الصباح، السلطات الخاصة دخلوا يعني فرعوا الباب ودخلوا جبروا عنده ما هو تما يعني متفجرات اللي عاد يفجر بهم. التعامل ديالو يعني في الحي كيدوز يشوف الناس ما يقول لهم لا سلام لا كلام، كيدخل صافي طلع بحالو البيز ديالو المحل ديالو كيشد عليه. الصباح عاوتاني كيخرج كيسيرنا الخدمة كيجي في العشية. هادشي اللي كاين تا اليوم اكتشفنا جات قوات خاصة يعني جاو دقوا على جيران في الصباح مع ديك السبعة ديال الصباح يعني خرجوهم كاملين يعني بما ما يوقعش شي ضرر يعني أيضا الجيران وصيفطوهم بحالهم خرجوهم ودخلت قوة الخاصة فرعوا الباب ودخلوا يعني ثاني تم القبض عليه. شكينا فيه يعني شي شكات يعني ماشي تنتمايا هو كيقول لك يعني متزم معقد في حياته يعني متشدد وعنده يعني واحد الأسلوب في شكل كيتعامل به يعني باينة في مندمة يعني داعش. السبعة ديال الصباح كانوا سبعة قلقسمايين كانوا هنا دخلوا عليه كانوا ثانيتك وهبطوا المرة ديالو هي الأولانية داوها وخلاوها تما محتاج شدوا عليه يعني عالسة جواجب ديك المواد كاملين المتفجرات اللي عنده وسة ديال البواط صغارين شد الرضايم تما ديال المقاطع شد المسمار عاوتاني تا هو واحد الميكا د مسامر فتين شد المواد اللي غيخدم بهم شد السلوكة ديال الضوء. مكتبة كيخدم في مكتبة. كاينش مكتبة هنايا كنت كنتقدم من عنده انايا عامين ولا كنتقدم من عنده من هنايا. اللي كنقولوا حنايا ما عندي ما يتسال المخزن صراحة الله داروا الخدمة ديالهم. نوض في الصباح جبرت الحومة مرونة ما عرفناش شنو واقع فهمت. وت للشارع نتاع حيت جبرت عاوتاني جبرتهم تما قال لك داو شي واحد بالغازي وداو شي واحد دخلت بوحسين وهذا هنايا يلاه جي سكون هنايا وقيلة هذه ماشي بزاف جي سكون هنايا قال لك جبروه مع خالية إرهابية ولا ما عرفناش كيفاش جبرنا الدنيا بلا عامرة هنا جبرناهم جاو بسلالم جينا عارف اللي كيجوا الناس اللي مختصين بهذا الشيء هذا جاو ديريكت لعند السيد جاو دقوا عليه ما بغاش يفتح لهم الباب
عملوا السلوم طلعوه رسوا ليه الباب قطنوه داواه فهمت تما كتعرف هادشي ديال المنظمة ديال داعش والخلية الإرهابية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.